أهلا بكم، حلقة جديدة من شير نطوف فيها على أبرز حملات مواقع التواصل الاجتماعي، نرصد التفاعلات نجمعها ونعرضها على الشاشة. البداية بأبرز العناوين. هاشتاج كسرنا خشمة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. عمل فني جديد للنجم شهاب الشعراني. سوني تطرح بلاي ستيشن 5 في نوفمبر. أهلا بكم. سبقت قبائل مأرب غيرها في الوقوف في وجه ميليشيات الحوثي، وشكلت في وقت مبكر وقبل أن تكون للجيش الوطني نواة واضحة مانعا أوقف تمدد الحوثيين. ومنذ ذلك الحين ظلت قبائل مأرب بخلاف قبائل أخرى رضخت أو أجبرت متمسكة بحقها في العيش بكرامة، محافظة على دورها في مؤازرة الدولة والشرعية ضد الانقلابيين، وهي التي كان قد قيل لأجل تشويهها ما لم يقل في قبح الإمامة ودسائس بقاياها. تستميت ميليشيات الحوثي مرة جديدة على أسوار مأرب، وهي ليست المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك، وربما لن تكون الأخيرة، لكنها في كل مرة كانت تجد أمامها حاجزا من رجال الجيش والقبائل يحول بينها وبين هذه المحافظة. هاشتاج كسرنا خشمة أطلقه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي دعما لما قالوا إنها ملاحم بطولية سطرها أبناء الجيش ومعه أبناء قبيلة مراد أثناء وقوفهم أمام محاولات الميليشيات المتكررة للنيل من مأرب أهم معاقل الجمهورية. نشاهد التغريدات. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الإعلامي والباحث السياسي الدكتور يحيى الأحمدي. مرحبا بك دكتور يحيى. إذن في البداية، قبل الحديث عن مأرب ومراد وهجمات الحوثيين الأخيرة على مأرب، أسألك بشكل عام عن العلاقة بين الدولة والقبيلة. كيف يمكن فهم هذه العلاقة؟ هل يمكن أن يكون أحدهما ندا للآخر؟ تحية لك أخي الكريم ولكل المشاهدين الأعزاء. وفي البداية اسمح لي أيضا أن أنتهز هذه الفرصة وأبارك للشعب اليمني احتفالاتي بالعيد 58 لثورة 26 من سبتمبر، ونهنئ اليمنيين ونهنئ المناضلين الذين يسعون من أجل تحرير اليمن ومن أجل تجسيد أهداف ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر على أرض الواقع، لتكون حية واقعا ملموسا، وأيضا أن تكون منهجا حقيقيا وملموسا. نعم، في حياتهم. نعم، الآنية والمستقبلية. فيما يخص سؤالك عن القبيلة والدولة، بين من يقول بأن الدولة القبيلة تناهز الدولة أو أنها تضايق الدولة، وبين من يقول بأن الدولة مساندة، أقول بأننا كنا نقرأ عن هذا الموضوع، لكن اليوم نحن نشاهد بأم عيوننا كيف أن القبيلة أسندت الدولة وحلت كثير من الفراغ الذي افتركته الدولة وملأته القبيلة. اليوم نحن نتحدث عن 6 سنوات من الفراغ المتروك ومن الحرب الدائرة هنا وهناك، واليمنيون يعيشون على قيم وعادات المجتمع اليمني الأصيل. نعم. الذي كانت القبيلة ركنا أساسيا. انفصل.
الذي كانت الدولة ركنا أساسيا فيه، وكانت القبيلة حاضرة بقوة من أجل تثبيت الدعائم هذه التي قام عليها دكتور يحيى المجتمع اليمني. وبالتالي فأنا أقول بأن القبيلة لم تكن يوما من الأيام ضد الدولة، وإنما هي سندا وعونا للدولة. نعم دكتور يحيى، مراد ومعها قبائل مأرب العودة والقيام بواجبها كما ينبغي أن تكون. نعم مراد ومعها قبائل مأرب وقفت في وجه الحوثيين، بينما هناك قبائل أخرى أذعنت. ما الذي يميز قبائل مأرب عن غيرها من قبائل اليمن؟ أنا أقول بأن الظروف ربما لم تسعف كثير من القبائل اليمنية التي ربما تفاجأت بالانهيار المباشر الذي حصل للدولة، وحصل الارتباك الواضح في تسليم الدولة. عملية استلام وتسليم لم تكن يعني في حسبان القبيلة التي ربما لم ترتب صفوفها في مأرب. كما تعلم أخي الكريم أبناء مأرب، نحن لدينا تجربتان، تجربة في مأرب وتجربة في تعز. التجربة في مأرب التجربة القبلية، وما في تعز لدينا التجربة المدنية. كيف استطاع أبناء تعز أن يواجهون الحوثي؟ إلى اليوم لم يستطع. 17 لواء حاولوا أن يدخلوا إلى تعز لم يفلحوا، وواجهتهم المدنية في تعز عندما اتخذت قرار المواجهة وصد العدوان الحوثي على تعز. وبالتالي أيضا في مأرب نحن نعرف أن القبيلة في مأرب محتفظة بعاداتها وسلاحها، وهي تدرك يعني أن الخطر منذ وقت مبكر، وكانت أمامهم الفرصة أن يرتبوا صفوفهم منذ الوهلة الأولى، وكان قرارا ذاتيا. أنا أقول بأن أبناء مأرب قرروا قرار ذاتي وقرروا أن يواجهوا الحوثي، وكان يعني لهم ما أرادوا وواجهوا الحوثي. واليوم 6 سنوات والحوثي يحاول أن يدخل مأرب، لم يتمكن بفضل تماسك القبيلة. وأيضا نعم. يعني اليمنيون أيضا هم جاءوا إلى مأرب، ونحن نتحدث اليوم عن القبيلة بشكل عام. نعم. كيف أنها واجهت وكيف أن اليمين بالنسبة للحوثيين وعادوا إلى الخطوط وتصدوا للحوثيين. نعم بالنسبة نعم. للحوثيين منذ نعم. بداية تمدد الحوثيين ركزوا على القبائل، أقنعوا من استطاعوا، قمعوا من استطاعوا، مؤخرا أطلقوا قناة تلفزيونية تحمل اسم القبيلة. أسألك عن علاقة الطرف الآخر الحكومة الشرعية بالقبيلة، كيف صاغت الحكومة الشرعية علاقتها مع القبيلة؟ نعم سؤال مهم جدا. أنا أقول بأن نحن عندما نتحدث عن الشرعية فنحن لا نعني الشرعية فقط الرأس الموجود في الرياض، نحن نتحدث عن شرعية الميدانية أيضا، شرعية البندقية، شرعية المقاتلين، شرعية الجيش الوطني، شرعية الذي الثابتين على الأرض الذين يواجهون هذا المشروع. ليس المشروع الحوثي يا أخي الكريم، هذا المشروع الإيراني، المشروع المشروع الذي تقف خلفه دول كبيرة لتقسيم المنطقة ولتقسيم المقسم. أنا أقول بأن للأسف الشديد الشرعية ورأس الشرعية تخلى كثير عن واجباته، وللأسف الشديد ملأ هذا الفراغ الحوثي الذي ليس له صلة أصلا بالقبيلة. هم حاولوا ولذلك عندما يأتي من يتحدث منهم عن القبيلة ويتحدث عن اليمنيين وعن الأصالة وعن الشعب اليمني الأصيل، هؤلاء يا أخي الكريم هم قالوا صراحة أنهم ليسوا يمنيين ولا وهم يريدون أن يكونوا أسيادا على اليمنيين، ويريدون أن يكونوا أن يثبتوا لأنفسهم أنهم جاءوا إلى اليمن يعني كمستوطنين، وهذا ما يقولونه في أدبياتهم وفي قراراتهم وآخرها قرار الخمس الذي فرضوه على أنهم من آل البيت. نعم وأنهم نعم ليسوا يمنيين. نعم بينما الشعب اليمني هذا الشعب اليمني الأصيل الممتد في تاريخ إلى عمق التاريخ. نعم وبالتالي أنا أقول لك بأن هذه حتى وإن انشأوا قنوات وإن تشدقوا بهذا الاسم لا للأسف شديد هذه تمثيليات واضحة ومعروفة، ولو كانوا يحترمون العادات القبلية ويحترمون القبيلة ما تجرؤوا على الانتهاك والتعدي على قيم وأصول. نعم بالنسبة القبيلة. بالنسبة للموقف الأممي بخصوص مأرب، مع كل هجمة للحوثيين على مأرب نفتقد المواقف الأممية، في المقابل مع كل تقدم للجيش الوطني في مناطق أخرى نسمع أصواتا عالية من المواقف الأممية، كيف يمكن فهم موقف المجتمع الدولي مما يحصل في مأرب؟
كما تعلم أخي الكريم، المجتمع الدولي مع القوي، مع الموجود على الأرض، ربما المصالح الدولية يعني هي الحاضرة. المجتمع الدولي يحاول أن يقدم رؤى، يقدم أفكار. نحن دعنا نكون بعيدين عن مسألة يعني ما يسمى بالتهويل أو التخوفات أو ما شابه ذلك. دعونا نتعامل مع المجتمع الدولي بحقيقة. المجتمع الدولي ترك للطرفين أو ترك للدولة للشرعية فرصة أن تحسم أمرها. لماذا لا تحسم الشرعية أمرها؟ دع المجتمع الدولي يتدخل، دعوا يصرخ ينددد. ماذا صنع بالحوثي المجتمع الدولي؟ ماذا صنع للقضية الفلسطينية المجتمع الدولي؟ ماذا صنع لكثير من القضايا التي، ماذا صنع حتى في الحديدة الذي فرض هذا القرار وفرض هذا ما توصلوا إليه؟ اليوم الحوثيون ينتهكون كل على مدار اليوم، لم يلتزموا حتى بأبسط الاتفاقات التي أبرمت في الحديدة، وبالتالي المجتمع الدولي أصبح للأسف شديد شماعات ويعلق عليه كل واحد فشله. لماذا لا تقوم الشرعية بحسم المعركة اليوم بعد 6 سنوات ونحن نتحدث عن حرب طاحنة قدمت اليمنيون الآلاف من الشهداء والجرحى، والشعب اليمني إلى اليوم صامد ولكن لم يقدم شيء من الدكتور يحيى. وبالتالي نحن نحاسب أنفسنا أولا قبل أن نحاسب نعم الدكتور يحيى الأحمدي الإعلامي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. لن تدخلوها فاغربوا عن وجهنا، لن تدخلوها فاشربوا من كأسنا، أغنية تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع صمود رجال الجيش والقبائل أمام قوات ميليشيا الحوثي التي تهاجم مأرب بين كل فترة وأخرى، وقالوا إنها تعبر عن حالة الثبات التي يعيشها أصحاب الحق والأرض. نشاهد. لن تدخلوها فاشربوا من كأسنا، لن تدخلوها فاضربوا عن وجهنا، لن تدخلوها فاشربوا من كأسنا، لن تدخلوها فاغلقوا في بأسنا. فسدنا رهيب وبأسنا شديد وكأسنا لهيب ووجهنا أبوابنا مفتوحة لمن أراد قربنا، لمن أراد عزنا، أراد بسمة في جمعنا. لن تدخلوها يقودكم مأفون، لن تدخلوها يقودكم مجنون، لن تدخلوها يقودكم مسلوم، لن تدخلوها يقودكم مشحون. يعاني المواطنون في حضرموت مثلما تعاني محافظات أخرى من انقطاعات متواصلة في الكهرباء، تجاوزت ساعات انقطاع الكهرباء في يوم واحد 18 ساعة، فاق الوضع قدرة المواطنين على التحمل ودفعهم للخروج في احتجاجات تطالب السلطة المحلية بحل الأزمة. قطع المحتجون الطرقات، أحرقوا الإطارات، ردا على ذلك أطلقت القوات الأمنية الرصاص في الهواء لتفريق المحتجين، كما نقلت وسائل إعلام أنباء عن اعتقال بعض المحتجين. لا يختلف الأمر في عدن عنه في حضرموت، انقطاعات متواصلة للكهرباء واحتجاجات متفرقة تطالب بتحسين الخدمة أو بالأحرى توفيرها بشكل معقول. وبالتأكيد فإن لكل غليان على الأرض غليان آخر في وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث ناشطون عن أزمة الكهرباء وما خلفته من تبعات على مستوى حياة الناس المعيشية والخدمية، حيث كتب الصحفي عبيد واكد مثلا: مصنع الحديد والصلب بالمكلا يغلق أبوابه ويسرح 350 عمالة محلية و45 عمالة أجنبية، والسبب يعود لإغلاق المصنع.
المصنع أكثر من شهرين بسبب منع إيصال الكهرباء للمصنع، حيث أن الشركة تحملت رواتب شهرين للعمالة بدون أي عمل أو إنتاج بسبب عدم إمداد المصنع بالطاقة. مؤشر خطير يقول تجاه انهيار المؤسسات والشركات الاستثمارية في حضرموت إذا استمر الحال بهذا الوضع المزري. وكتب عبد الرحمن أنيس أيضا: الكهرباء هي أم المشاريع، من أراد مساعدة الشعب فليحل مشكلة الكهرباء. الآن هذه مساحة خصصناها لمتابعي برنامج شير، تصلنا كل التفاعلات وسنعرضها متفرقة في حلقات البرنامج. عمل فني جديد من أداء النجم شهاب الشعراني بعنوان لن نأسى نعرضه في هذه الحلقة، وباستمرار وحماس ينتظر فريق الإعداد ما سترسلونه من مشاركات. نتابع شهاب. أبدا فالله من يذكره لا ينسى، ما دمنا نحن مع الله لن ننسى نحن برحمه. سبحان الله كم ردت ألطاف الله من عسر سبحان الله، كم وسعت رحمات الله، كم من مخلوقات الله، كم من مخلوقات الله. لا ننسى إلى أخبار التكنولوجيا، حيث أعلنت شركة سوني أنها ستطرح منصتها للجيل الجديد للألعاب بلاي ستيشن 5 في نوفمبر بسعر $500 أمريكي و$400 أمريكي لنسخة بدون مشغلي أقراص، وسط منافسة مع منصة إكس بوكس التي تصنعها شركة مايكروسوفت. ويمهد الإعلان عن السعر الطريق أمام منافسة بين منصتي بلاي ستيشن وإكس بوكس في نهاية العام، مع إقبال المستهلكين على المنصات الأفضل التي تقدم لهم ألعابا حصرية. وكانت مايكروسوفت أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستطرح النسخة إكس من منصة ألعاب إكس بوكس للبيع في 10 نوفمبر بسعر $500 أمريكي، فيما ستبيع النسخة إس الأقل قوة بسعر $300 أمريكي. قال أحد العاملين في تحليل الألعاب إن نسختي بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس إكس تباعان بالسعر نفسه، لكن سعر $400 تقريبا مقابل نسخة رقمية من بلاي ستيشن 5 يقدم خصما كبيرا دون كلفة إضافية فيما يتعلق بالأداء أو الجهاز، فضلا عن قارئ الأقراص. إلى هنا تكون هذه الحلقة من شير قد انتهت. تقبلوا تحيات الطاقم من بينهم سيف عبد الناصر معد هذا البرنامج. دمتم في أمان الله.